مسلسل نور والكوكب السعيد، مغامرات بياخدها أربع أبطال للدفاع عن عالمنا. ما شفتش كائن من كوكب السعادة؟ أنت بتهزر مش كده؟ اسمي فرح من كوكب السعادة. ده كوكب الأرض بعد 200 سنة مغلف بالطاقة السلبية، وأنا جيت عشان أشوف أقدر أمنع ده إزاي. يا ترى إيه أكتر حاجة بتسبب طاقة سلبية؟ حاجات كتير، زي الحروب، التلوث، إزالة الغابات، الصيد الجائر. خطر كبير بيقرب ومحتاجين كل مساعدة ممكنة. بيوتنا كمان هتتهرك، والأرض اللي بنزرعها هتتحول لصحراء بعد ما الغابة تختفي. كتير من المشاكل بتهدد كوكبنا وبتسبب الحزن لأطفال العالم. كان لازم نتدخل بسرعة ونستغل كل إمكانياتنا. إيه اللي ممكن يعملوا أربع أبطال في مواجهة أخطار كتيرة؟ أنا شايف نتحرك على طول. صور الأقمار الصناعية بتوضح بداية حريق في غابة كبيرة، لكن من وسط الدخان بيظهر شعاع نور. حاولوا تيجوا بسرعة. لو فاكرين إنكم هتستجوبوني تبقوا غلطانين. أنا هنفذ تهديدي. الإرهابيين طلعوا فجأة وضربوا نار بكل محل. الناس هدول بيجيلهم دعم من دول كتيرة تتمنى تشوف بلادنا خراب. وفقا لهزم الكل وفوز بالمركز الاول. مين مستعد يجي معايا؟ انا وانا وانا. يلا بينا. بس ابطلنا دايما موجودين لمنع الشر. تفتكروا نقدر؟ نور والكوكب السعيد في رمضان على قناة مصر الاولى.